السلام عليكم. أنا البطل. أول منتدى اللي غادي يكون عن صعيد جميع الجهات، منتدى اللي كيهم يعني المنتخبين ديال الأحرار. كتعرفوا بأن كاين 10,000 منتخب، تقريبا الثلث ديال المنتخبين، فبغينا تكون واحد يعني العلاقة مع هاد الإخوان باش يكون واحد التجويد ديال العمل الجماعي اللي هما سميتو اللي كيشتغلوا به، وكذلك باش نسمعوا ويكون واحد الإنصات للمشاكل اللي كيطرحوها لهم المواطنين باش نجيو بواحد العرض من بعد ان شاء الله. هذا شيء جد مهم، لان كتعرفوا الديمقراطيه يعني المحليه هي شيء مهم، والعلاقه ديال القرب والسياسه ديال القرب والسياسه ديال الانصات هي اللي كتخلي ان المواطن يفهم البرامج ويتمشى معهم ونفهموه كذلك بالحاجيات ديالو. فهذا انطلاقا من هنا من مدينه من جهه طنجه تطوان الحسيمه باش نمشيو الجميع يعني الجهات والأقاليم إن شاء الله. والنتائج اللي غادي نجيو بها هي نتائج اللي غادي تكون يعني مرسومة بالنسبة للمغرب كله، لأنه ماشي فقط كل منطقة بمنطقة، غادي يشوفوا الإشكاليات الكبيرة اللي بطروحة وفين ما كانوا يعني لا الأغلبية ولا المعارضة. هذا غادي نشتغلوا معهم كحكومة باش نلقاو الحل إن شاء الله لهذه المتطلبات ديال المواطنين في الأقاليم وفي الجهات. محضة تمحورت في خلال فترة زمنية بإعداد المؤتمرات الإقليمية لانتخاب مندوبي الحزب. كما استفاد التجمعي من الانتخابات وحصل على الأصوات. هذا اللقاء الجهوي ديال المنتخبين المحليين هو انطلاق العملية ديال اللي غادي تكون في جميع ربوع المملكة، 12 جهة، 12 لقاء جهوي. النقاش مفتوح مع السيدات والسادة المنتخبين المحليين
حول القضايا الإشكالات اللي كيعيشوا، طريقة تنفيذ الالتزامات ديال الحزب خلال الحملة الانتخابية واش هي موجودة في البرامج أو المخططات التنموية اللي توضعات على مستوى المحلي الإقليمي الجهوي، إشكالية ديال التمويل، وضعية المنتخب، علاقته بمختلف المتدخلين الآخرين خصوصا الحكوميين، علاقتهم بالتحالفات والمعارضة، علاقتهم بالمجتمع المدني وانفتاح ديالهم على المجتمع المدني، واحد مجموعة الإشكاليات اللي غادي نناقشوها بهدوء باش يمكن لنا نصيغوا حلول جديدة باش نتغلبوا على الإشكاليات المطروحة والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين. أذكر بالمحاور العامة التي وضعت لتأطير هذه الورشة وتنظيم النقاش بين المتدخلين. بذلك أعطيت الكلمة للحضور لمناقشة واقتراح حلول العملية في شأن أن تعود بالنفع على منتخب الحزب في مركز المسؤولية لتحسين أدائه. وقد تميزت أشغال هذه الورشة بوعية السادة المنتخبين بحجم المسؤولية التاريخية. أعتقد بأن اليوم المناضل خصو التواصل مع أول شيء الأولي باش تكون معه ديما في الإنصات، كذلك الغناء اليوم خصها المعلومات توصل له، وهذه المعلومة هذه هو اللي بغينا نكرسوها أكثر باش كنتواصلوا معهم باش هما كيبدونا بالمشاكل اللي كيعيشوها. فالجماعة الترابية تقريبا واحد 70-80% كتعيش نفس المشاكل أو المشاكل المادية، مشاكل كلها كيعرفها، ولكن اللي فيها اليوم كان إبداع من الإخوان ديالنا، ما جاوش باش يشكيو، جاو بأفكار، وهذا هو الجديد وهذا هو التجمع الحقيقي. اليوم جاو بأفكار وجاو باقتراحات مهمة اللي عيرفعوها اليوم باش يسمعها داخل هذا اللقاء جهوي اللي إن شاء الله هو كله حفاوة. اليوم كنستقبل السيد رئيس الحكومة بهذا باش يجي يسمع في هذا اللقاء يعني أهم هموم المناضلين والمناضلات ديال الجهة. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.